نتواصل مشاهدينا الاعزاء، وتواصلنا مستمر في الشوط التاسع الذي ينطلق ويحمل هذه الاسماء وهذه الانطلاقات. الابكار، الابكار في تاسع الاشواط، الابكار الحقايق، وهذه جميله. سالم سعيد بن كاسب المسافري تتصدر المجموعه الابكار بعد الانطلاقه. شاهينيه محمد بن سالم بن راشد المزروعي ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث الشاهينيه سالم بن حمد بن قرين العامري من يقدم هذه السلاله. المركز الرابع شوف عليه تنافس، ولكن هذه الشاهينيه خميس بن سعيد بن فايل بن حمد الزرعي يتقدم في هذه اللحظات. وهناك من الجانب الاخر المركز الخامس، وهذه الشاهينيه ايضا سعيد بن خميس بن فايل الزرعي. هذه الخمسه المراكز الاولى المتقدمه والمنطلقه في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على ارضيه هذا الميدان في شوطنا التاسع الذي يقدم هذه النوعيات وهذه الانطلاقات الجميله والانطلاقات الرائعه هنا في ميدان المرموم لسباقات الهجن في هذا الاندفاع. عودي الى المركز الاول، جميله وهي جميله في شكلها في ادائها في انطلاقتها، ما شاء الله تقود الشوط وتتصدر مجموعه الابكار. مالكها سالم سعيد بن كاسب المسافري من كاسب الناموس حتى هذه اللحظات، وكاسب الانطلاق بن كاسب مع هذا الاندفاع المركز الثاني. وهذه الثانيه تاتينا وتتواجد في المركز الشاهينيه محمد بن سالم بن راشد الرقراقي المزروعي اذا صح الكلام. هذه تندفع بينما المركز الثالث الشاهينيه وخميس بن سعيد بن فايل الزرعي يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع والشاهينيه سعيد بن عيد بالكوس كذلك يتحرك، ووصل الشاعر، وصل بن عيد، وصل بن عيد، عيد بن سالم بن عيد المهيري يتقدم مع زعفرانه. بقول زعفرانه، هذه اشوف شكلها زعفرانيه ما شاء الله جميله للغايه. عموما على كل حال في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع، الله نعود الى المركز الاول، نعود الى جميله، نعود الى جميله اللي تقود الشوط بأداء جميل وبمسار رائع وبعروض تلقائيه وذاتيه بدون اي توامر. الله 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 الله، سالم سعيد بن كاسب المسافري، بن كاسب المسافري على المقدمه، بينما المركز الثاني سعيد او خميس بن سعيد بن فايل الزرعي على ثاني المراكز يتقدم بهذا الاندفاع. والمركز الثالث عيد بن سالم بن عيد المهيري على ثالث المراكز. المركز الرابع الشاهينيه علي بن يابر بن حمد بن مصرح الاحبابي كذلك من يقدم هذه الانطلاقات ومن يقدم هذه الاندفاعات الجميله. عودتنا الى المراكز الاولى، عودتنا الى التحديات الاولى، عودتنا الى جميل اللي قادت الشوط. يلا يا اخوي يا المسافري حرك، جماعة قادمين، جماعة واصلين، قيادة لجميلة وأداء جميل. ولكن من الجانب الآخر وهنا أيضا تواجد مع الشاهينية سعيد بن فايل الزرعي، ولكن هناك من الجانب الآخر الثالثة هذه الشاهينية علي بن يابر بن حمد بن مصلح الإحبابي، الإحبابي والشاعر بن عيد، الشاعر بن عيد. ولكن شوف التنافس حتى الامتار الاخيره ما بين الفائزين، جميله ما طاعت. بن عيد يقدم زعفرانه، بن عيد بن عيد بن عيد، هلا عيد بن سالم بن عيد يضيف النقطه الثانيه على هذا الفوز، وهذه اللي فازت بهذا الشوط. المركز زعفرانه وهلا سمها تاتي بهذا الناموس المركز الثاني، جميلة نعم حظت بالمركز الثاني. وعموما على كل حال بنعود الى التوقيت وبنترك بقية المراكز للجنة خط النهائي. توقيت زمن يسهيل 4 دقائق و46 ثانية. تهانينا وناموس.